على سبيل المثال، عندما اندلعت سلسلة تظاهرات في مختلف المدن العراقية في مطلع عام 2011 على وقع انتفاضتي الربيع العربي في تونس ومصر، وعلى خلفية تردي الخدمات العامة الكهرباء والصحة والتعليم وتفاقم مستويات الفقر والبطالة والفساد الإداري والمالي، زعم رئيس الوزراء آنذاك نور المالكي أن حزب البعث وتنظيم القاعدة يقفان وراء تلك التظاهرات. هذه الأيام يعاد إخراج حزب البعث من كيس الحواء من جديد عشية الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أيار المقبل. ولإدراك السبب ومغزى فتح هذا الكيس الآن، يتعين التنبه إلى أن الأحزاب المتنفذة الإسلامية تواجه هذه المرة مأزقا أكبر من المآزق السابقة، فتوشك على الانتهاء ولاية حكومة أخرى تعهدت بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد ولم تفلح في الوفاء بتعهداتها هذه. منذ أسبوعين حذر أحد المتنفذين في النظام الحالي، هو نائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس، مما سماه عودة البعث إلى الحياة السياسية، قائلا إنه يقوم الآن بتنظيم صفوفه ويتغلغل في دوائر الدولة ويسعى للدخول إلى الانتخابات بقوائم وشخصيات تتوزع على قوائم متفرقة.